كل غزولين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير عليكم. بالنسبه للناس الجدادين، مرحبا بكم في قناه هاجر رام، نمط حياه مليء بالحب والامل والعطاء. بون، بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على الطوموبيل اللي شريتها، لا مارك اللي شريتها. غادي ندير لكم دوره في الطوموبيل، من موراها غادي نقول لكم على كيفاش تختاروا الطوموبيله، يعني اللي تكون اوكازيون ما تكونش دوبل فيديو، شنو هما لي كريتير اللي يعاونكم انكم تختاروا بها الطوموبيل. وثالث حاجه غادي نعاود لكم، لان الطوموبيله شريتها من لو 5 لو 6 وي شريتها من لو 6 وي فهاد الشهر هذا نيت اوت. دونك من تما وانا كندير غير الكوارث، لانني انا كان عندي البيرمي في المغرب، مي ما كنتش كنسوق به، ماشي كنت كندير الكوارث. مي غادي نعاود لكم بزاف ديال الطرائف والنكات اللي وقعوا معايا، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تضحكوا مزيان وتشوفوا هاجر شنو دارت لهم في الطريق السريع. بقاو معايا. الطوموبيل كما قلت لكم شحال هادي وقعوا لي بزاف ديال لي زارنابي سور لو بون كوان، مي فينالمون قدرت انه نشري هادي مرسيدس كلاس ا، وكانت يعني مزيانه بزاف ديال الحاجات اللي فيها مزيانين. لان يعني غادي ندير لكم بعدا دوره فيها وعاد ندير لكم بعدا دوره فيها وعاد من بعد غادي نقول لكم لي كريتير اللي تشريو بهم اون فواطور. دونك بالنسبه ل فوالا دي التكيفه ديال صاحبتي، like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. هنايا هاد اللعيبه هادي شريتها باش كنحط فيها التليفون. الكفر ديالها فوالا، شنو دايره فيها؟ جا دايره فيها غير تما فوالا. هنايا فين كيكون هاد اللعيبه ديال هذا الشيء اللي يعني اللي كتلبسوه اذا كان عندكم شي حاجه خصكم تقادوها او الرويده شي حاجه ديال السكور. بون، دابا غادي نطلعوا الطوموبيله باش غادي نقول لكم كيفاش تقدروا تختاروا اون فواطور، شنو هما لي كريتير اللي خصكم يعني تعتمدوا عليهم، ونقول لكم الطرائف اللي وقع معايا. اولا غادي نقول لكم بالنسبه للي فواتور يعني مرسيدس، شنو هما الحاجات اللي فيهم مزيانين. هو انها تتكون يعني فيها شين دو ديستريبيسيون ماشي كوروا دو ديستريبيسيون، لان ملي تتكون الكوروا كاينين بالنسبه لواحد الطوموبيلات اللي خصك كل مثلا 100000 كيلومتر خصك تبدل ليها الكوروا دو ديستريبيسيون. دونك تقدر مثلا ثلاث قطعات مشى لك كلشي، الشين دو ديستريبيسيون كتكون حسن لان ما كتحتاجش انه تبدلها. من غير هادشي هذا بغيت نقول لكم على وهنايا في فرنسا ما كتجيوش وكتبدلوا الماء، يعني فحال في المغرب تيزيدوا الماء تيزيدوا يعني ترى نقصات اولا شي حاجه. هنايا كاين واحد الماء اللي خاص بالطوموبيلات ديال يعني بالطوموبيلات. علاش؟ لان بارفوا ملي كيهبط كتهبط درجه الحراره على الصفر يقدر هذاك الماء يتجمد. دونك هما كاين واحد الماء اللي خاص، واحد لا يعني واحد البرودوي اللي خاص بالطوموبيلات اللي كيتستعملوه في مده ديال ما عرفتش 6 mois جو كرو باش يتبدل. دونك هذاك تيكون يعني ما كيتجمدش، هذاك هو لافونتاج ديالو. من غير هادشي كيفاش ديروا تختاروا طوموبيله اوكازيون حتى ما بغيتوش تشريوها جديده؟ لان ربما جديده يعني ماشي ربما، اكيد كتكون غلا. خاصكم تعرفوا واحد لي كريتير اللي تعتمدوا عليهم. وهنا في فرنسا خاصكم ديروا بزاف اتونسيون لاغناك، لان انا بزاف اللي كانوا غاديين اغناكيوني بالنسبه للناس اللي متبعيني في
في الانستغرام راك كنت عاودت لكم على القصه ديال هذاك اللي ولا كيصيفط لي التهديد غنقتلك غادي ندمرك غادي هذه كنت كنوريكم الميساجات اللي كانت يصيفطهم ليا وكنت مشيت كاع حتى للكوميساريا ايتو. هادشي هذا كامل علاش؟ لانه كنبغي اغناكيني ويعني كنبغي يقولبني. مشيت درت به دعوه ومنين سمع انه درت به دعوه ما عجبوش الحال دونك بدا يعني كيطاول. من غير هذاك الشيء كانوا يعني واحدين اخرين حتى هما كان فيهم واحد جزائري واحد مغربي وواحد واحد افريقي حتى هما كانوا يعني بدلوا لي الشكل ديال الموتور ماشي بدلوا لي الشكل يعني داروا توسكي استيتيك على برا باش يبان لي هذاك الشيء زوين تيسحب ليهم بنت دونك راه ما غاديش تعرف كيف هذاك الشيء. يعني انا منين وراوني الكوغوا دو ديستريبيسيون هذاك الشيء تيبان لك هذاك الشيء فريمون مجرح تيبان لك انه هذيك الغشه اللي دايرينه من الفوق دايرين لي فيس قدامين دونك سا مونطر كو هذاك الشيء فريمون ماشي شي حاجه. وكانوا وقعوا بزاف ديال الحاجات اللي سي با لا بين انني ندخل لكم في الديتاي فيها مي غادي نعطيكم المهم. ملي كتبغيو تشري واحد الطوموبيل شنو خصكم تشوفوا؟ خصكم تشوفوا يعني العام الاحسن انها تكون فايت الموديل فايت 2000. علاش فايت 2000؟ لان في باري مثلا دايرين ان الطوموبيلات اللي قبل من 1996 جو كرو ما غاديينش يبقاو مازوت ما غاديينش يبقاو يسيركيليو من بعد دونك بالاحسن انه تشريو الموديل فيت 2000. وكاينين مثلا فحال مدينه مارسي وشي حاجه مازالين كيهضروا على هاد لالو هذا هو ان الطوموبيلات ما خصهمش يكونوا يعني الطوموبيلات اللي مازوت مده 7 سنين ما يقدروش يعاودوا يزيدوا سيركيلو على حسب تيكونوا تيديروا لي ميسيون ديال سي او 2 بزاف. يعني خصكم تشوفوا هذا خصكم تشوفوا الكيلومتراج ما خصهاش تكون فيها 200000 لان كل ما الموتور ضرب بزاف ديال لي كيلومتر كل ما تعيا لان اي موتور عنده واحد يعني واحد المده زمنيه معينه للعيش دونك خاصكم ديروا اتونسيون. ومن غير هاد اللعبه هذه يعني خاصكم عاوتاني تشوفوا واش مازوت اولا ايسونس. بالنسبه للناس اللي كيضربوا المسافات صغارين يعني مثلا غير في المدينه اولا شي حاجه غادي يكون لكم ليسونس ارخص ولكن ترى كنتو يعني تضربوا مسافات كبارين ملي غادي نجيو تحسبوها غادي تلقاو ان المازوت ارخص لان ليسونس ملي كتخليه بوحدو كيبدا كيهبط واخا ما تسيركيليش بالطوموبيل اوغ المازوت لا. ولكن بالنسبه ليسونس تيكون يعني الاجابه ديال الطوموبيل تتكون سريعه يعني تلا بركتي على لومبرياج او لاكسيليراتور او شي حاجه تتكون الاجابه سريعه بارابور الديزل. الديزل تيكون شويه خصك شويه زعما شوية ديال الفورس. دونك هذا هو الفرق ما بين الديزل وما بين ليسونس. وحاجة أخرى خصكم تشوفوها هو الكنترول تكنيك لأن هنا في أوروبا الكنترول تكنيك يعني ضروري. خاص الكنترول تكنيك تيكون مديور في هذيك لي 6 mois ديال لافونت تلفات 6 mois من الأحسن أنه ما تاخدوش لافواتور علاش لأن ما كتكونوش فغيمون ضامنين أنه فغيمون مزيانة وهي كتبدل على كل عامين ولكن باش يبيعها خاص تكون 6 mois. من غير هادي شنو كاين؟ الموتور مثلا تيقول لك باش تعرف شحال كيكونسومي واش يكونسومي بزاف ولا لا خاص ما تكونش الطوموبيله يعني بالنسبه للناس اللي جون اللي يلا بعدين اكيد تيبغوا الطوموبيله ما تكونش تكونسومي بزاف دونك ما خصهاش تكون فايته 5 يعني 5 ديال العودان فيسكو تلا كان فايتهم كل ما زادوا العودان فيسكو كل ما كتولي اللي شوفوا فيسكو كل ما كتولي يعني لا كونسوماسيون كتزاد. وحتى في الموتور مثلا تنقولوا ان موتور يعني اللي فيها 1.1 لتر 4 تيكون فريمون مزيان ما كيكونش كونسومي بزاف كل ما يعني تلفات 1 لتر 7 تيولي تيكونسومي بزاف دونك حتى هذه خصكم ديروا ليها اتونسيون يعني بالنسبه لي فواتور ديزل اي تو. شنو نبغي نقول لكم اخر شنو ملي كيقول لك يعني لو فوندور تيقول لك انه غادي يبيع لك الطوموبيله فليطه زعما انه حتى لو كان عندك شي مشكله من بعد ما يمكنش ترجع عند هذاك اللي باعها لك يعني وتقول ليه فوالا 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 ما يمكنش لك تراجع حتى شريتيها. هذه هي ليطه انه لافونت فليطه. وملي كتشري الطوموبيل هنايا في فرنسا شنو كيديروا معاك؟ كيعطوك كيباغيو لا كارت غريز كيباغيوها وكيكتبوا يعني فوندو ليمن السميه ديالك وتيديروا هما واحد لادوم واحد الورقه حتى هي ديال نونغاج تيخصكم ضروري لان هذيك الورقه ديال نونغاج هي اللي كتبروفي انها ما مسروقاش. بحال انا هذيك لا فواتور الثانيه اللي كانوا غاديين يبيعوا هذه هذيك الجزائري والمغربي والافريقي كانت السميه ماشي سميتهم اصلا في لاكارت غريز دونك
شويه يعني كانت شي حاجه اللي انورمال. قالك سميت مراتي وبزاف ديال الحاجات ميم يعني فحال كانوا بغاو يلصقوها فيا صراحه. صحه قالوا لي ودرتي معانا وحنا جايين وديبلاسينا على حسابك. اوف بزاف ديال الحاجات ما شريت الطوموبيل هذه حتى لينا كاملين طلعوا ليا. يعني هادشي هذا اللي قلت لكم يعني النونغاج. ومن موراها شنو كيصيفط لكم هذاك اللي باه وانتم كتعطيوه الفلوس، ومن موراها اولا تعطيوه الشيك، من موراها كيصيفطوا لك واحد لوكود اللي هما كيديروا عند لا بريفيكتور، تيديروا هما واحد اللعبه غير باغ انترنيت كيوصلهم واحد لوكود من عند البريفيكتور، من مورا انها زعما فوندو لي من، ومن موراها نتوما كتدخلوا هذاك لوكود وكتدخلوا المعلومات ديالكم باش ديروا اون اوتر كارت غريز، ساشون كو لي كارت غريز يعني تيشوفوا على حسب شحال كل عود تزيد زاد الثمن تقريبا كتجيك يعني شي 180 اورو حتى 200 اورو الفوق على حسب شحال عندك من عود. هذه بوحدها وخلاص لاسيغونس ملي تيكون عندك يعني بيرمي ما عمرك ما اسيغيتي شي طوموبيل هنايا في فرنسا كيكون شويه لاسيغونس طالع. بحال انا يعني شحال غادي نكون تنخلص لاسيغونس كل شهر بحال 66 اورو ليكيفالون ديال قريبا 700 درهم كل شهر. وهادي يعني تيكون عندك شحال غادي دير المازوت. انا بالنسبه لهادي خديتها ديازير لان باغا ندير بها لا روت ما بينات كون ومارسي. وبون ما عليناش بلاش ما نكثر عليكم الهضره بزاف، غادي نقول لكم الطرائف اللي وقعوا معايا. بقاو معايا بالنسبه للطرائف اللي وقعوا ليا كما قلت لكم فريمون بزاف 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 سورتو في الاول. كنت يعني تندير شي اخطاء اللي انكرويابل. يعني راكم عارفين ملي كنديروا البيرمي في المغرب، واخا رجعت مؤخرا رجعت المغرب نيت في شهر زوج لان كنت قلت انا من مورا هذيك لا بيريود غادي نشري طوموبيل، ملي رجعت ما شريتهاش. يعني في هذيك لا بيريود مشيت تعلمت السوق، نزيدت 6 سوايع ابار هذاك البيرمي اللي كنا حنا درنا يعني في المغرب، ولكن مع ذلك كيبقى التعليم ديالهم صراحه ماشي شي حاجه لانه هنا يعني في فرنسا هذاك شي بلي ريغل وكل شيء. دونك شنو كنت كندير فين ما كنجي مثلا ندوز للثوازيام او للكاتريام او شي حاجه كتحبس ليا الطوموبيل. كنقول معليش اكيد راه لومبغيات ما كت يعني خصك تعرفي كيفاش تحيدي عليه رجليك ايتو. وفي الاول كنت انا كنخاف اصلا تنخاف يعني من شي حاجه سميتها السرعه. دونك ستنجي واحد اللحظه يعني غاده متبع الجي بي اس حتى دخلت في الطريق ستاري. واو شنو غادي ندير ساشون كو انا زعما في هذيك الوقيته الله بدي شويه كندرب ماشي بزاف ماشي ما كان زعما كنسوق بزاف ايتو. وصاحبتي ملي دخلنا للطريق السريع صافي بدات كدير غير هكا تنقول اسكتي 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 ما تستريسينيش. دونك دخلنا ميت غادا نسوق تنقول يا ربي غا ما تحبش ليا الطوموبيل. صافي كنت اصلا عرفتي يعني لي تكنيك شويه. منين خرجنا من الطريق السريع ما بقيتش باغا نسمع صاحبتي ملي دارت هكا وبدات كتغوت بقيت صافي بغيتي نبقى كونسونطري وما نسمع والو. ملي درنا تقول لي ها جار راه الاحمر حبسي. كنقول لا لا الطوموبيل من مورانا كنشوف في المرايا كنقول لا لا الطوموبيل من مورانا الطوموبيل راه جاير اكيد غادي نحبسو في الاحمر. ضربت الاحمر مشيت بعدا حرقت الضو الاحمر ساشون كو يعني هنا كيكونوا هذوك لي كاميرا ايتو. ومن مورانا كنقول ليها وي سي فري كو حرقت الضو. كتقول لي والله الا ما حرقتيه. تنقول ليها ما كنتش بغيت باقا نزيد نسمع لك. صافي عاد مشينا ضربنا الدوره ومشينا رجعنا كنتاكدوا واش كاينه الكاميرا واش لا. الحمد لله ما كانتش الكاميرا. ومره اخرى تعاود ما نشد نحبس بعدا هذه عاد نزيد حيت باغا ندخل في الطرق الاساسيه وما بغيتش ندخل وانا مازال كنصور. دونك واحد الوقيته وثاني غدا انا واحد لامي ديالي غاديين في الطريق وكاسا كنسوق فعاود ما نشد اليسر باش غادي ندور شديت بقيت في السهم اللي كيديني جان. دونك ما ديتش في السهم اللي غادي ندور به. فهاديك الوقيته البوليس يعني بقيت كنستنى انا تدخل هذيك الجهه اليسرى وعاد غادي نشد انا هذيك البلاصه وبقيت يعني معرقله الناس اللي من مورايا. البوليس شاف يعني خليت لهم انهم حتى يدوزوا عاد ندوز نو رجعوا للور وخلاوني ندوز تما غادي تابعيني.
ناري في هذيك اللحظه كنقول امي امتى غيديولي هاد بيرمي، غتولي عندي الطوموبيله بلا بيرمي. حيت هنايا حقا راه ملي تجيو انت طالب بامكانك تسوق بالبيرمي المغربي وبلا كارت ديتيديون ديالك، تيكونوا ديما بزوجهم مع بعضياتهم، وحتى التيتخ سيجور ديالك لان فيه المونسيون ديال ايتيديون. اون فوا كتبدلو ماشي ايتيديون، كيولي خصك تبدل هذاك البيرمي في العام الاول ديالك، تبدلو البيرمي ديالهم هنا ديال فرنسا باش يوليو تيحيدو لك النقط. صافي هادشي ما كاين، الحمد لله مازال ما حيدو لي حتى شي، ما حيدوش لي البيرمي، ما بدلوش لي كونتر ان بيرمي فرونسي، وبداو يحيدو لي النقط، مازال ما وصلناش لهذيك ليطاب. مي الحمد لله صراحه دابا عاد وليت كنسوق مزيان، عاد بغيت ندير الفيديو، لان في الاول كنت ديما غاده في الطريق وخايفه، كنمشي في الصباح فين ما كنجي نمشي للخدمه كنصيفط لماما ميساج في الواتساب تنقول لها ماما انا غادي نمشي الطريق دعي معايا. بون هادشي ما كاين، كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تعجبكم ما تنساوش انكم ديروا لايك، والناس اللي جدادين انكم ديروا سبسكرايب للقناه، وانكم تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم اكيد حتى لعجبكم. هذا ماشي فرض وماشي واجب عليكم، هادشي غير حتى بغيتو وصافي. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى لكم حياه مليئه بالفرح والحب والامل والعطاء والسعاده وكلشي. بيزو.